السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم دائما وأبدا في موقعكم في صوت. فقط لربط الموضوع مع ما سبق، قطعنا في مرحلة التحليل البيئي شوطا كبيرا، وقد تطرقنا إلى أدوات تحليل تهتم بالبيئة الكلية وبيئة المهام، البيئة الداخلية ماكرو وميكرو أند تاسك انفايرمنت، وكان ذلك من خلال أسلوب كريستل ونموذج القوى الخمس لبورتر، وآخرها كان أسلوب فريو. وقلنا يمكن كذلك تسخير تحليل سلسلة القيمة Value Chain Analysis أيضا في البيئة الداخلية بالدمج مع تحليل فريو لضمان تحليل أكثر تفصيلا ووضوحا. وهكذا من خلال استعمال هذه الممارسات إذا نكون سخرنا التميز في أعمالنا. واليوم إن شاء الله سيكون لنا لقاء مع أسلوب متميز آخر وهو سوات. لكن قبل ذلك نقف هنا وقفة بسيطة لنذكر أننا خلال مرحلة التحليل يكون الهدف المنشود هو تحليل الموضوع إلى جزئيات أو أقسام متفرعة يمكن التعامل معها واستيعابها. ونماذج التحليل هذه التي تكلمنا عليها تمنحنا الآلية لتقسيم أفكارنا وتقسيم الموضوع المطروح للنقاش أمامنا إلى المحاور المطلوبة، فهي توجهنا إلى فروع الموضوع التي يجب التعامل معها بعناية، والتي يجب أن تكون محط التركيز المستهدف والذي يحققه النتائج. لأن المشكلة الأولى التي تواجه أي شخص في الإدارة يرغب في تحليل الموضوع هي من أين البدء، وهل تم التطرق إلى جميع المحاور المطلوبة للتحليل؟ وهذه النماذج تمنحه التأكيد بأنه قام بتحليل الموضوع من جميع الجوانب المطلوبة، وأيضا كذلك تمنحه الطريق الكامل للتحليل من البداية إلى النهاية. وبالطبع دائما نؤكد على مبدأ الإبداع والابتكار لتكييف هذه النماذج عند الحاجة الملحة حسب طبيعة العمل ونوعه. ومصطلح SWOT هو أكرونيم من أربع حروف SWOT، كل حرف منه يختصر كلمة معينة أو بالضبط يختصر مجال بحث وتحليل معين. وإن شاء الله سنتطرق لجميع هذه المحاور التي يعتني بها SWOT بالتفصيل. أول من استخدم هذا التحليل كان ألبرت هيمفري وفريقه بمعهد ستانفورد كاليفورنيا، وذلك لتحليل المشاكل الاقتصادية بأمريكا التي كانت متفحلة من عام 1960 إلى 1970. وكان الغرض من هذا التحليل معرفة الأسباب والبحث عن سبل تلافي تلك المشاكل. ويعتمد تحليل SWOT على تقييم العناصر الخارجية والتي تتمثل في الفرص والمخاطر، وتقييم العناصر الداخلية والتي تتمثل في نقاط القوة ونقاط الضعف، بخلاف النماذج التي تطرقنا إليها حتى الآن والتي كانت تهتم سواء بالتهديدات والفرص أو نقاط القوة والضعف. وللتفرقة بين العنصر الخارجي والداخلي في نموذج SWOT، فببساطة هو حسب مكان القرار والتحكم والتأثير. لو كان باليد فهو داخلي، أما إن كان يد جهة ثانية أخرى فهو خارجي. إذن في تحليل SWOT هناك عناصر خارجية وأخرى داخلية، لكن هناك تقسيم آخر سلبي وإيجابي. وكما هو واضح من هذه المصطلحات، لا تعتبر نقاط القوة والفرص هي بالجانب الإيجابي، ونقاط الضعف والتهديدات بالجانب السلبي. والسؤال هنا، لماذا نقوم بهذا التوزيع؟ أو لماذا النموذج هو مبني على هذا التوزيع؟ ولو أن جواب هذا السؤال قد يكون ذا علاقة بالمرحلة القادمة بعد التحليل البيئي، وهي مرحلة تحديد القضايا الاستراتيجية ووضع الحلول، لكننا سنتطرق لذلك بإيجاز لمعرفة أساس
عمل نموذج SWOT. فإذا ما عرفنا الجانب الإيجابي والسلبي والجانب الخارجي والداخلي، فسنعرف طريقة التعامل مع أي من مخرجات التحليل. فمعرفة نقاط القوة يساعدنا على البحث على السبيل لتعزيزها واستغلالها بأفضل السبل والاستناد عليها في تحديد الأولويات التي يمكن تحقيقها، وكذلك المقدرة على استغلالها في مواجهة التهديدات وتقوية نقاط الضعف الموجودة. وبتحديد نقاط الضعف نكون قد علمنا وتنبهنا إلى ضرورة العمل المثمر والعمل على إيجاد السبل للتغلب على هذا الضعف وتحويله إلى نقاط قوة، لأن أي نقطة ضعف ما هي إلا غياب نقطة قوة أو بعض نقاط القوة. ومن خلال التعرف على الفرص المتوفرة يجب العمل على إيجاد السبيل الأمثل لاقتناصها وعدم تفويتها من أجل الاستفادة منها. أما التهديدات بمجرد تحديدها وجب العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي خطرها والاستعداد لمواجهتها ووضعها في الحسبان والتعامل معها باستمرار لكسر عنصر المباغتة والمفاجأة لهذه التهديدات، مما قد يخفف آثارها السلبية أو يعدمها. فمن خلال استعمال نموذج SWOT نصل إلى عملية اتخاذ القرار على أساس منطقي بعيدا عن أي عملية تعتمد على التنبؤ والتخمين، مما يضفي على التحليل الواقعية في تحليل الوضع الراهن للتنبؤ بالمستقبل، كل ذلك بعملية حرفية ومنظمة. وفي آخر المطاف نتوصل إلى كم هائل من المعلومات يضم جميع العوامل المؤثرة إيجابيا وسلبيا في المؤسسة، لكن من أجل تحديد الأولويات فيما بينها قد نستند على نموذجين هما خلاصة تحليل العوامل الداخلية Internal Factor Analysis Summary IFAS، وكذلك خلاصة تحليل العوامل الخارجية External Factor Analysis Summary IFAS، وسنتطرق إلى كل منهما بالشرح المفصل في مرحلة تحليل القضايا وإيجاد الحلول و الأولويات. إذن نموذج تحليل SWOT يبدو في شكله من أسهل النماذج، لكن على عكس ذلك ففي سهولة شكله تكمن صعوبته، ولا يمكن بأي كان التعامل معه إذا لم تكن له الخبرة في المجال الذي سيخوض فيه التحليل، لأنه صحيح يقسم لك محاور التفكير للتحليل إلى 4 محاور، وقلنا منها داخلي وخارجي سلبي وإيجابي. غير ذلك فنعود للسؤال الذي طرحناه من قبل، من أين البدء وكيف السبيل للتحليل وما هي المواضيع التي يجب أن تطرح للنقاش؟ نعم، سنفتح باب نقاش مثلا وليكون حول نقاط القوة، تطرح أفكار ويتم تعبئة خارطة التفكير، لكن تظل الأفكار متناقضة من هنا وهناك، ولن يكون أبدا التأكد أننا لم نهمل أي جانب من الجوانب دون قصد بالطبع، بخلاف لو استعملنا نموذج فريو الذي شرحناه في الفيديو السابق لتحديد نقاط القوة والضعف، ويمكن الرجوع إلى هذا النموذج إذا كانت الحاجة لذلك. وأضفنا على هذا النموذج كذلك تحليل سلسلة القيمة، فسنكون ضمننا أننا سرقنا لجميع الجوانب التي تهمنا وبشكل احترافي ومتميز. هذا شأن باقي محاور SWOT. وعلى هذا الأساس ينصح القيام بتحليل بيئي مفصل، بيئة داخلية ثم بيئة مهام ثم بيئة خارجية، وصب مخرجات هذه التحاليل في نموذج SWOT. وفي الفيديوهات السابقة عند شرح آلية تحليل هذه البيئات
جعلنا لكل نموذج مخرجات تحليل، وأوضحنا ذلك في شكل جداول التي يمكن تعبئتها. هذه الجداول التي يجب تفريغها في محاور الصوت الأربعة، والتي تتوافق معها بشكل جيد. فتحليل SWOT يمنحنا النظرة الشمولية وفرصة مراجعة العناصر الأساسية الداخلية والخارجية الحالية والمحتملة على المدى الزمني المحدد لتحقيق الرؤية، بما يقود إلى تحديد القضايا الاستراتيجية التي تؤثر في مجالات العمل ووحداته التنظيمية، ويوفر آلية عمل أكثر واقعية لتحليل الوضع الراهن. بالطبع الوضع الراهن للتنبؤ بالمستقبل، ويتميز بعدم التعقيد في عملية التحليل إذا ما استند إلى نماذج مساعدة وداعمة. فكخطوة أولى من تحليل SWOT، يقوم فريق العمل المشرف على عملية التخطيط الاستراتيجي بتجميع جميع المعلومات والبيانات وإدراجها في مصفوفة SWOT حسب الخانات الأربعة: التهديدات، الفرص، نقاط القوة ونقاط الضعف، وذلك من مصادر مختلفة، وقد تكون كمصادر داخلية، تحليل فريو، تحليل سلسلة القيمة، تقارير الأداء والنتائج الدورية لخطوط الإنتاج والوحدات، الخطة الاستراتيجية السابقة للمؤسسة بعد مراجعة غايتها بهدف التعرف على مدى الالتزام بالخطة ودرجة الانحراف عن الواقع. الأمر الذي يمكن من إعادة صياغة الخطة بطريقة أكثر فاعلية وواقعية، وكذلك المستندات والوثائق الموجودة لدى المؤسسة مثل النظام الداخلي والهيكلة واللوائح والقوانين والنظام المالي والإداري وأي تقارير وإصداراته. كذلك المعلومات العلنية والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني تكون مفيدة، كذلك تقارير الجودة والتميز التي يمكن أن تكون عبارة عن تقارير عن طريق استخدام مثلا النموذج الأوروبي للتميز FQM أو أسلوب سيجما 6 أو أسلوب كايزن، المعايير العالمية لقياس أيزو غيره، وسنستطرق لهذه المواضيع فيما بعد إن شاء الله. ويمكن أيضا أن تكون المصادر الداخلية توصيات مستخلصة من مخرجات المقارنات المعيارية البنشماركين مع مؤسسات أخرى متميزة، التوصيات والمقترحات والإبداعات والابتكارات المقدمة من قبل الموظفين، وأي بحوث ودراسات تمت في المؤسسة، وأي مواضيع أخرى تتبين أهميتها والحاجة لضمها إلى هذه اللائحة. أما عن المصادر الخارجية، فنصب نموذج الجدول المستخلص من تحليل بيستر، وكذلك جدول تحليل القوى الخمس لبورتر. والأكيد هنا من خلال هذه النماذج سيكون قد تم التطرق لجميع مجالات التحليل، ولكن تضاف إلى ذلك أي توصيات ومقترحات من قبل الموظفين وأي بحوث ودراسات تمت من المؤسسة، وكذلك هذا مهم جدا، متطلبات الجهات المعنية stakeholders، المجتمع، القائمون على المؤسسة، المساهمون بها، المالكون لها، المؤسسة كذلك شخصية اعتبارية، الشركاء، الموردون، الموظفون، المتعاملون، كل ما يشمل الجهات المعنية. كخطوة ثانية من تحليل SWOT، يتم تحديد الأولويات حسب الأهمية لجميع المعلومات المحصلة عليها من نقطتين عليه، وذلك باستعمال أدوات تحليل الأولويات مثل باريتو مصفوفة الأهمية والضرورة، وخارطة باريتو مصفوفة السهولة مقابل الأثر إيز بيس إمباكت، أو خلاصة التحليل الرباعي اللي تكلمنا عليها قبل قليل إفاس أو إيفاس إلى آخره. كل هذه النماذج وغيرها سنتطرق لها بالتفصيل في الخطوة التي تلي مرحلة تحليل البيئة إن شاء الله.
وستتضح الأمور بشكل أكبر إن شاء الله. لكن لا نسبق الأحداث ونفهم ببساطة أن ما نحصل عليه ضمن المحاور الأربعة للصوت يكون مخزون ومغذي مهم للمراحل التالية. الخطوة الثالثة من تحليل الصوت، يقوم فريق التخطيط الاستراتيجي بالتركيز على العوامل ذات الأهمية الكبرى، سواء من حيث التأثير الإيجابي أو السلبي في تحقيق الرؤية والرسالة دائما، وإدراجها في مصفوفة TOWS TOWS. وTOWS TOWS هي فقط إعادة لتمركز حروف صوت SWOT. فقط لنوضح أن صوت هو للتحليل وTOWS لتحديد مخرجات التحليل، ثم بعد ذلك القيام بعملية التناسق بين العوامل والنتائج المحصل عليها بما يفيد كيف يتم استخدام نقاط القوة للاستفادة من الفرص، وكيف يتم استخدام نقاط القوة لتقليل تأثير التهديدات، وكذلك استغلال الفرص للتغلب على نقاط الضعف، وكذلك تجنب التهديدات وتقليل نقاط الضعف. وهكذا نكون قد شرحنا نموذج SWOT وما هو دوره في التحليل. وكما قلنا، الأفضل أن يتم الاستناد في تعبئة محاور SWOT على نماذج تحليل أخرى، تلك التي تتم بكل بيئة على حدة. غير ذلك، إن كان فريق التحليل متمكنا ومع درايته تكفيه لضمان تعبئة المحاور الأربعة بكل ما هو مطلوب نظرا للخبرات المتراكمة لديه، فذلك أمر ممكن وسليم. وعلى كل حال، تبقى دائما مرحلة التحليل مرحلة اختيارية للنماذج والأساليب حسب طبيعة العمل ونوعه وعمره والقائمين عليه. وحتى هنا نكون قد قمنا بتقديم مفهوم التحليل بالصوت بمرحلة تحديد المصادر وتعبئة محاوره الأربعة، لكن يبقى لنا عمل آخر مع هذا النموذج في مرحلة تحديد القضايا الاستراتيجية وحلولها والأولويات الاستراتيجية. ومن هنا إلى هناك أودعكم الله ودمتم بخير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.